اسمحوا لي الآن أن أدعو معالي الدكتورة لاستلام الرئاسة. الإخوة والأخوات، أصحاب العطوفة والسعادة، الحضور الكريم، أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح أعمال الدورة العادية 20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي نعقده هنا في مقر جامعة الدول العربية على أرض الشقيقة الكبرى مصر العربية، حيث لا يسعني إلا أن أتقدم باسمكم جميعاً بخالص العزاء والمواساة لمصر العروبة رئيساً وحكومةً وشعباً للمصاب الجلل بضحايا الإرهاب، الذي سيفشل حتماً في مساعيه لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين، وراجيا من الله العلي القدير أن تكون الأيام القادمة أيام من أمن وسلام على المنطقة أجمع. الإخوة والأخوات، لا يسعني اليوم إلا أن أتقدم أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأخ أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في سلطنة عمان على كل الجهود السابقة في رئاسة الدورة 19، والشكر موصول أيضاً للمكتب التنفيذي وكافة الطواقم التي عملت لتحقيق الأهداف النبيلة لما فيه مصلحة وطننا العربي والسياحة العربية. والشكر والتقدير أيضاً لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية لحرصه ودعمه لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك في شتى مجالاته، وخاصة صناعة السياحة، والتي تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية لكافة الدول. وبهذه المناسبة أيضاً أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن سلمان، الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على جهوده ودعم المتواصل للسياحة العربية من خلال المنظمة العربية للسياحة، والتي كان لها العديد من الجهود والنشاطات مؤخراً. كما يسعني أيضاً بهذه المناسبة أن أهنئ معالي الدكتور كمال حسن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمناسبة توليه منصبه. واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد بأنه لا بد من تضافر الجهود والتعاون المشترك بين كافة أجهزة المجلس كي نحقق ما نصب إليه لهذه الصناعة الكبرى، والتي هي قادرة على الحد من الفقر والبطالة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة. الإخوة والأخوات، نفتتح اليوم أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة، هذا المجلس الذي من شأنه العمل على تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية والتربوية والبيئية، والعمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية، حيث أن اجتماعنا اليوم سيعمل على متابعة وتنفيذ وإقرار مجموعة من المواضيع التي من أهمها متابعة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة وتنفيذ برامجها، وخاصة ما يتعلق بتسهيلات الحركة السياحية بين الدول العربية والتعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في مجال السياحة، ومقترح إنشاء جائزة المجلس العربي للسياحة وضمان الاستثمارات السياحية في الدول العربية، وغيرها من الأمور الهامة التي سيتم مناقشتها اليوم. ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع التزام الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، الأمر الذي يعتبر اعتداءً واضحًا وصريحًا على الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن يقوض فرص السلام في الشرق الأوسط. ولذا فإنني أدعو الولايات المتحدة وجميع الدول الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس،
والتي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الصهيونية الدافئة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية هي قرارات لاغية وباطلة. فالقدس كانت وما زالت وستبقى أبدا عربية فلسطينية، وهي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني. الزملاء والزميلات، إن وطننا العربي يمر في ظروف استثنائية تؤثر على واقع السياحة في العديد من الدول والأقاليم، إذ يتوجب علينا العمل على تكثيف الجهود للعمل على مواجهة هذه الأزمات والعراقيل والمعيقات، والعمل على تطوير الحركة السياحية من خلال برامج وأنشطة تهدف إلى مزيد من الترويج السياحي لبلداننا ومزيد من التقدم والتطور للواقع السياحي وللعاملين في هذا القطاع. الحضور الكريم، لقد أنعم الله على الوطن العربي بموقع جغرافي ممتاز في قلب العالم، ما خصه بجميع المقومات السياحية، يضم العديد من المناطق الدينية والأثرية، كما يزخر بتراث تاريخي عريق وحضارات تضرب جذورها في أعماق التاريخ على مدار أكثر من 7000 سنة. ومن ثم صار الوطن العربي البوتقة التي انصهرت فيها أعظم الحضارات على مر العصور، إلى جانب كونه مهبط الديانات السماوية. ومن هذه المنطلقات أصبح تنوع الأنماط السياحية في الوطن العربي متوفراً. ومن هنا تأتي أهمية المكانة السياحية لوطننا العربي على خارطة السياحة العالمية، وأهمية العمل على الحفاظ على هذه المكانة وتطويرها. وفي النهاية أكرر ترحيبي بكم جميعاً، مع تمنياتي أن يخرج لقاءنا هذا بالنتائج المرجوة لما فيه خير ومصلحة أوطاننا وشعوبنا، وشكراً لكم.